بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر بطبيعة الحال اللي كننقل لكم مباشرة عبر قناة شوف تي في هنا بصفحتنا على الفيسبوك بطبيعة الحال شوف تي في لايف وشوف تي في أوفيسيال، أزيد من 19 مليون متتبع عبر أنحاء العالم يتابعوننا في هذا البث المباشر. طبعا الحال كنحاولوا منذ دخول هذا الشهر الفضيل شهر رمضان كنناقشوا مجموعة من المواضيع، وخاصة مواضيع الساعة، يعني المواضيع اللي بطبيعة الحال كتهم المواطن المغربي. حاولنا يعني من خلال هذه المواضيع اللي كنناقشوها بشكل يومي وتناقشوها الزملاء الإعلاميين بطبيعة الحال مختلف المدن المملكة المغربية، طبيعة الحال كنناقشوا مجموعة من المواضيع اللي كتخص كذلك المواطنين المغاربة سواء داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. نتمنى كذلك أننا نكون هضرنا على مجموعة من هذه المواضيع الحساسة، وخاصة ما يتعلق بفيروس كورونا أو الجائحة نتاع كوفيد 19. جائحة كوفيد 19 اللي هذه تقريبا شهرين فاش دخلت المملكة المغربية عن طريق بعض الإخوان اللي جاوا قادمين من أوروبا، بطبيعة الحال هما مغاربة خوتنا، ومسألة ديال التنقل تيبقاو هما أحرار فيها، يدخلوا الوطن ديالهم فوق ما بغاو ويخرجوا فوق ما بغاو، هذه مسألة لا نقاش فيها. و ما متفقينش مع دوك الناس اللي كانوا تيقولوا انهم صحاب الجاليه اللي جابوا لنا العديد من الامراض الى غير ذلك، هذا امر غير مقبول. بطبيعه الحال هذه النقطه هضرنا عليها شحال هذه وتجاوزناها. حاليا متتبعي قناه شوف تي في، هذه الازمه اللي هضرنا عليها هذه مده خلت لنا واحد المشكل كبير اللي هو الناس اللي راهم عالقين في اوروبا. بطبيعه الحال بعد الاجراءات المباشره اللي دارتها مجموعه من الدول ديال اغلاق الحدود الجويه والبريه الى غير ذلك، كذلك البحريه، يعني خلاتنا اننا نشوفوا مغاربه عالقين ما وراء البحار، كذلك خلاتنا نشوفوا ابناء الجاليه المغربيه، كاين اللي جاي يشوف والديه، كاين اللي جاي يعني يدير صله الرحم مع العائله ديالو، كاين اللي جاي صاب الوراق ديال شي حاجه للارض ديالو الى غير ذلك. لكن تتصدموا بواحد القرار ديال ان الحكومة المغربية غلقات هاد الحدود في وجههم لاسباب انتم راكم عارفين صحية، وخاصة ديال هاد الفيروس ديال كورونا. بطبيعة الحال العديد من الاخوان اللي راه حاليا في المغرب هنايا، كاين اللي تسالت له الفيزا، كاين اللي تسالت له ريزيدنسيا ديالو او كارت سيجور او بطاقه الاقامه، كاين اللي تسالت له الباسبور، كاين اللي عنده الرونديفويا ديال الطبيب، كاين اللي عنده ولاد وبنات وخلاهم تما، كاين اللي وانتم سمعتوا العديد من الاتصالات البارح ومن البارح من الاخوان من الجزائر، من تونس، من ليبيا، من اسبانيا، ايطاليا، المانيا، مجموعه من الدول اللي راهم عالقين في المملكه المغربيه هنايا، وكذلك مجموعه من المغاربه ديالنا اللي راهم عالقين في كذلك معلقين في اوروبا. هضرنا على مجموعه من الاخوان اللي راهم عالقين هنا في اسبانيا، في تاوريت، قرسيف، كذلك الاخوان ديال الفقيه بن صلاح، بني ملال، كازا، وجده، بركان الى غير ذلك من كذلك الى غير ذلك من المدن المغربيه اللي عيطوا لنا وسمعنا لهم وحاولنا طيله هذا الشهر رمضان نسمعوا لهم ونسمعوا المعاناه ديالهم. طبيعه الحال اللايفات اللي كنا كنديرو ما كانوش تيمشيو هباء، يعني ما كناش كنكبوا الماء في الرمله، وانما خداوهم المسؤولين يعني بواحد الشكل اللي هو جدي بطبيعه الحال. ومباشره بعد داك اللايفات اللي كنا كانت كدير شوف تي في والاخوان كنا كنستقبلوا الاخوان الجاليه والناس اللي عندهم الجنسيه الى غير ذلك، وافقت الحكومه المغربيه بطبيعه الحال بالتنسيق مع دول اوروبيه انه يعني يمشيو هاد الناس. شفنا رحلات من مدينة الناظور، شفنا من وجدة، شفنا من بركان، شفنا من كازا إلى غير ذلك، مطار محمد الخامس شهد العديد من الرحلات اللي خلى هاد الناس يعودوا للبلدان ديالهم. بطبيعة الحال كاينين شي وحدين اللي باقيين هنايا مازال ما مشاوش، نتمناو في الأيام القليلة المقبلة أنهم هاد الناس يمشيو
للبلدان ديالهم إن شاء الله. كذلك الإخوان ديال مليليا وسبتة كنا هضرنا عليهم، هضرنا عليهم بزاف، ووصلنا المعاناة ديالهم للمسؤولين. شفناهم كرفسين، كاين الماكلة والو، كاين بزاف د الحوايج، ماشي الماكلة والو، إنما ديك النوعية ديال الماكلة اللي كتقدم لهم صبابا. الناس ما مولفينش ينعسوا في الجوامع، ما مولفينش الناس ينعسوا برا في الزنقة، ما مولفينش الناس يكونوا تقال على لا فامي ديالهم تما في مليليا. بطبيعة الحال هاد الرسائل كنا كنوصلوهم بكل مهنية وبكل شفافية للإخوان المسؤولين. بطبيعة الحال كانوا تتابعكم دائما هنايا. استطاعت الحكومة المغربية الحمد لله، وزارة الداخلية والإخوان السلطة في الناظور هنايا، من أجل التنسيق كذلك مع السلطات في مليليا باش يخرجوا هاد الناس. والحمد لله خرجوا هاد الناس، 150 واحد اللي كان خرجات، بالإضافة إلى أي شي واحدين آخرين كانوا خرجوا. الأمور كانت على ما يرام. تقريبا شي 150 واحد راه في السعيدية حاليا، يعني الأرقام يعني غير ثابتة، راهم في السعيدية حاليا. لكن النقطة التي غيرت، النقطة التي غيرت هذه العملية هذه وخلات هذه العملية أنها توقف، خلات هذه العملية توقف ديال يعني إدخال المغاربة اللي كاينين في مليليا، أنه تم اكتشاف واحد السيد من مدينة تاوريرت مصاب بفيروس كورونا. إذن هذا الشيء علاش المملكة المغربية إخواني غلقات الحدود مع مليليا السليبة. طبيعة الحال هذا السيد اللي دخل من مليليا مع هذيك المجموعة نتاع 150 اللي مشاو السعيدية فيه كورونا. بطبيعة الحال حاليا راه في السعيدية في المستشفى نتاع السعيدية. الله يشافيه، احنا ما كرهناش جميع المغاربة يدخلوا اللي كاينين في مليليا حاليا، واللي راهم مكرفسين واللي راهم معذبين، والفيديوهات راه كنشوفوهم يوميا يعني كراهم مكرفسين في الشوارع تما، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. بطبيعة الحال يعني ما فهمناش هذا الفيروس، هذا السيد هذا كيفاش تصاب، هذا السيد كيفاش تصاب، يعني كيفاش تصاب هذا السيد اللي دخل مور البارح مع هذيك المجموعة اللي مشاو للسعيدية مشاو للوطيل. ما عرفناش هذا السيد كيفاش تصاب. أوراق رشيد، واش صحيح هناك مشتبه من دوك اللي خرجوا من المليلية كان فيهم؟ أكيد خويا، أكيد أكيد. الجهة الشرقية تسجلات، يعني سجلات يعني جوج الحالات، واحد الحالة كاينة في الناظور هنايا نتاع داك السيد اللي من سلوان. بطبيعة الحال بالرغم من النتائج خرجوا سلبية سلبية، إلا أنه باقي في السبيطار عاد. والحالة الثانية كتحسب على إقليم بركان، بحكم أن داك السيد اللي خرج من المليلية كان في الحافلة مع دوك الناس ومشى ديريكتو من الأوتيل. من بعد رجعوا التحاليل ديالو، رجعوا التحاليل ديالو يعني إيجابية وحامل للفيروس. هذا الشيء اللي خلى أنه الأوراق ديال هذه العملية هذه يعني تتلخبط، وما خلاش العملية تكتمل على أحسن وجه. طبيعة الحال كاين المئات والعشرات حاليا اللي راهم في لافرونتيير، وأنا كنت أوصل قبل قليل بفيديوهات من داخل مليليا السليبة. هذه الفيديوهات يعني فيديوهات قاسية ديال نساء مغربيات حاليا راهم يعني مول جرياج يعني ديال لا فرونتيير. طبيعة الحال يعني تيبكيو تيطالبوا من جلالة الملك بإدخالهم إلى مدينة الناظور عبر الحدود الوهمية ديال بني أنصار مليليا. ما عرفناش واش الحافلات غادي يزيدوا يهزوا دوك الناس اللي كاينين تما، تقريبا 500 مغربي، 500 مغربي ومغربية بالأبناء ديالهم بكلشي ديالهم حاليا راهم تما، حاليا راهم تما مازال كاينين عاد. وفي هذه الأثناء اللي كنهضر معاكم دابا 12 ونص، هما عندهم تقريبا دابا شي عندهم تقريبا في مليليا شي 2 ونص، مازال راهم تما، راهم تما مازال عاد خوتي، راهم حدا البوابة ديال لا فرونتير. ما عرفناش واش غادي يخرجوا ولا ما غاديش يخرجوا، هذه علامة استفهام كبيرة. الناس اللي خرجوا احنا كان حسبنا انهم يعني داروا لهم تما في التحاليل في مليليا على اساس ان حتى واحد ما فيه، لكن ما عرفناش شنو كاين تما، ما عرفناش الكواليس شنو كاين تما. هاد الناس واش جابوهم ديريكتومو من جابوهم من دوك المراكز نتاع فين كانوا وحطوهم تما وزوهم في الكار؟ السلطات في مليليا كتنفي، كتقول لك انه هاد الناس ما كانوش في دوك الاماكن ديال في كانوا كانوا كلوهم في كنا مقابلينهم.
هادو جاو من عائلات الى غير ذلك، ما عرفناش شنو كاين بالضبط، لكن خلاصة القول انه السلطات في مدينة الناظور اغلقت الحدود من جديد في وجه هاد الناس هادو. بطبيعة الحال ما نقدروش ندخلوا ناس اللي ما عرفناش واش حاملين الفيروس ولا ما حاملينش. وتخيل انت هاد المواطن او هاد المواطنة نديوها الفندق بالسعيدية وغادي تتلاقى مع دوك العيالات، شنو غادي نوليو؟ غادي نوليو في واحد الحالة كارثية. اذا حتى نتأكدوا من السلامة نتاع جميع الاخوان اللي راهم داخلين حاليا للمغرب، عاد ان شاء الله تما نقدروا نهضروا على هذا الموضوع هذا. بطبيعه الحال المملكه المغربيه تفكر جيدا، لو كان بغات شي حاجه لو دخلت جميع المغاربه اللي راهم كاينين حاليا عالقين على برا. لكن مازال يمكن ربما نسمعوا اخبار الخير في الايام القليله المقبله ونشوفوا اشياء اللي هي جميله ان شاء الله. خويا محمد شوقي حاليا ما كاينش تاكيد حول الرحله اللي غادي تكون من طنجه لمالاغا او من بنسا لمالاغا، ما كاينش اخبار رسميه، ربما شي شركه حلات التسجيل والناس راهي كتسجل، ما عرفت شنو راه واقع بالضبط، لكن شي حاجه رسميه اللي نقدر نقول لك انا توصلنا بها، وانه يعني انه يعني يعني نقولوا هاد الرحلات راه كاينين 100%، ما نقدروش نكتبوا وما نقدروش نوصلوا شي مغالطات اللي من بعد تقولوا راه مقراش في شوف تي في عطانا بعض المعلومات اللي خاطئه وقالنا قطعوا البي الى غير ذلك. انا ما كنصح حتى شي واحد، فقط كنقول لكم يعني الانسان يتبين مزيان، يسول عيط القنصليه ديالو، يبحث مزيان قبل ما يدير شي حاجه اللي من بعد يقدر يندم عليها. طبيعه الحال انتم كتبقاو احرار، الناس اللي راهم هنايا حاليا وبغى يقطعوا في هذه الرحلات هادو تبقاو احرار، هما تيتحملوا المسؤوليه ديال راسهم طبيعه الحال. وانا ما كننصحش شي واحد انه يعني يدير شي حوايج اللي غير موثوقين. طبيعه الحال انتم كتكونوا في بلجيك، عندكم جنسيات، عندكم الى غير ذلك، حاولوا تعيطوا الاول وتسولوا تسولوا، الى عطاولكم الموافقه من القنصليات ديالكم ومن السفارات ديالكم ومن المسؤولين الدبلوماسيين ديالكم ديروا داكشي اللي قال لكم. اما الا ديروا من عندكم فقط الهضره ديال الجروب ديال الواتساب ولا ديال الفيسبوك ولا شي حاجه، فهذا اخواني اخواتي غادي يشكل عليكم خطر وغتصدقوا مضيعين الوقت ديالكم فقط. الحكومه المغربيه حاليا في اخر تصريح ديال رئيس الحكومه السيد سعد الدين العثماني اكد بالواضح انه حاليا لا توجد اي رحلات داخل يعني داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن، فقط انتظروا مور 20 ان شاء الله نشوفوا هاد الاشياء اللي غادي تكون مور 20. بطبيعه الحال غادي يكون يعني غادي يكون بطبيعه الحال يكون اخبار او يكون اخبار جميله ان شاء الله حول هذه الرحلات اللي غادي تكون استثنائيه، اللي غادي تاخذ هاد المغاربه اللي عالقين هنايا واللي غادي تجيب المغاربه بطبيعه الحال اللي عالقين ما وراء البحار. حسن احزون اللي حاصلين هنا اش غيديروا؟ عليك الانتظار خويا حسن، غتستنى وصافي خويا حسن، غتستنى كما تيستناو جميع المغاربه اللي راهم عالقين هنا. بطبيعه الحال مجموعه من الناس اللي عندهم الطبيب، مجموعه من الناس اللي عندهم يعني عندهم الابناء ديالهم خلاهم تما، كاملين الناس كتستنى، كاملين الناس كتنتظر يعني الفرج يجي ان شاء الله من ان شاء الله يجي من بعد 20. نستنى ما بقاش بزاف الاخوان، بقات تقريبا يومين ان شاء الله ونعرفوا فين رحنا غاديين في هذه البلاد، نعرفوا في واش رحنا غادي نستمروا في الحجر الصحي ولا ما نستمروش. امين العزاوي بالنسبه واش هذوك اللي حاصلين مازال ما كاين حل؟ فين حاصلين اخويا؟ واش خارج خارج التراب المملكه ولا داخل تراب المملكه هنا في المغرب؟ انا كنقول لكم وكنعاود كنكرر، حاليا لا توجد اي رحلات، حاليا ما كاين حتى شي رحله اللي غادي تكون، فقط الاخوان اللي عندهم الجنسيه واللي عندهم ريزيدنسيا واللي عندهم الاوراق قريبه يتسالاو لهم واللي عندهم الفيزا قريبه تسالاو لهم. انا كنصحكم اخواني انكم تتصلوا بالقنصليات ديالكم بالسفارات ديالكم هنايا باش تعلموا لهم باش تكونوا معلومين، ماشي حتى النهار اللي غادي تحلوا هاد الرحلات وتجي تطلع يقول لك الفيزا تسالات لك ولا لاكارت تسالات لك ولا شي حاجه. من الاحسن اخي اختي انكم تسجلوا في القنصليات. بطبيعه الحال راه كاين لي سيت، كاين الايميل، كاين الهواتف، حاولوا انكم يعني تنسقوا مع بعضياتكم باش ان شاء الله تكون
تكون رحلة إن شاء الله ناجحة 100%. ما بغيناش شي واحد يوصل للمطار يصدق يعني يصدق وقع له شي مشكل ولا شي حاجة، ومن بعد يعني تبداو من الصفر. العديد من الإخوان اللي البارح كانوا عيطوا لي من إسبانيا بالخصوص، عيطوا لي بخصوص يعني القضية ديال الناس اللي تسالوا لهم الأوراق هنايا. قلت لهم يعني يكلفوا شي واحد في إسبانيا ولا في فرنسا يمشي تما عند البوليس ولا شي حاجة، الناس اللي كتعطي الريزيدنسيا ولا الكارت سيجو، يعني يسول لهم المسؤولين تما ديالهم، يقول لهم فوالا راه عندنا واحد الأخ ديالنا في المغرب تسالات له الريزيدنسيا ولا تسالات له كارت سيجور ولا بطاقة الإقامة، شنو المعمول؟ شنو المعمول؟ واش نديكلاري به هنايا ولا شي حاجة بحال هكداك، ولا في المغرب ولا شي حاجة بحال هكداك؟ الإنسان ما يبقاش جالس في الدار وتيستنى تيشوف الجروب ديال الواتساب، ويعني الناس راه كتقضي شغلها. الناس بطبيعة الحال راه حتى واحد ما غادي يبغي لك الخير، حتى واحد ما غادي يبغي لك يعني المصلحة ولا شي حاجة، كل واحد تيفكر في راسه، خاصة في هذه القضايا ديال الناس اللي بغات ترجع لفرنسا ولا. وانتم شفتوا مجموعة من الإخوان اللي كانوا في الواتساب، كانوا دايرين جروبات، كانوا دايرين كده، حتى دار كيتي الجروب ما بقاش معاهم في الجروب، فين مشى؟ راه مشى في ديك الرحله، ما بغاش يقول لهم ولا شي حاجه بحال هكذاك. اذا الاخوان حاولوا انكم تعيطوا للناس المسؤولين، حاولوا انكم تعولوا على الله سبحانه وتعالى وعلى المسؤولين يعني في القنصليه والسفارات اللي كاينين في المملكه المغربيه. مرحبا خويا امين العزاوي. بطبيعه الحال نرجعوا للموضوع بطبيعه الحال ديال مليليا والناس اللي راهم عالقين، الناس اللي راهم عالقين يعني في مليليا حاليا. كاين نساء، كاين العدد ديالهم تقريبا اللي راه واصل 500. شفنا العملية باش خرجوا، كانت واحد العملية اللي هي كارثية الإخوان، وانتم راكم شفتوا الفيديوهات وشفتوا يعني الصور، كانت واحد العملية اللي كارثية في الإخراج نتاع هاد المغاربة. الحمد لله الجانب المغربي هنايا كان موفق، كان نظام، وكان يعني واحد المواد تعقيم، وكان اللي يعني عطيتو لي بافيت نتاع الكمامات الطبية فرقوا عليهم إلى غير ذلك، كل شيء يعني مر بسلام. لكن شفنا في الجانب ديال لا فرونتير بطبيعة الحال مجموعة من الإخوان الإسبان تما، مجموعة من الإخوان ديالنا عندنا تما في الأصدقاء ديالنا، يعني استنكروا تلك الطريقة التي أخرج بها المغاربة. يعني كان واحد الزحام، ما كانش واحد النظام، ما عرفناش علاش يعني الشرطة الإسبانية يعني ما استفادش دوك الناس واحد واحد، ولا عطات لهم واحد المسافة، ولا يعني خرجت الجنود الإسبان اللي كاينين تما في الثكنات العسكرية أنهم يقسموا هاد الناس باش كل واحد يخرج بواحد الطريقة اللي هي سليمة وما يخرجش بواحد الطريقة اللي هي عشوائية. شفنا بعض الصور الإخوان يعني كارثة. وتخيلوا داك السيد اللي كان تما من تاويرت اللي تقاس بكورونا دابا راه في المغرب هنايا، تخيلوا أنه يكون حدا دوك الناس اللي كاينين تما، يعني شنو غادي تصوروا غدا ولا مرغدا الا دخلوا هذوك الناس لهنا للناظور؟ شنو غادي تصوروا ولا تدوهم للسعيديه؟ اذا سيناريوهات خايبه كما كنقولوا ما نبغيوهاش توقع. والحمد لله يعني تم اكتشاف هذه الحاله من بين 150. ما بغيناش اخواني اخواتي الانسان يعني يدخل المملكه ديالو بغرض الانانيه، ولا انه توحش من الدار ديالو ولا شي حاجه بحال هذاك. نفكروا في الوطن شويه ديالنا، نفكروا اخوتي اذا كنتي من بين دوك الناس اللي راكم اللي مسجلين في لا ليست، من حقك انك تخرج بطبيعه الحال، متاكد ان ما فيك حتى شي حاجه، لان الاخوان في وزاره الصحه تما ديال اسبانيا في مليليا يعني تيديروا لهم المراقبه، تيديروا لهم داك التيست، تيديروا لهم كل شيء داك الشيء. هذوك الناس اللي خصهم يخرجوا. اما الا كنتي عند لافامي ديالك، كنتي عند لافامي ديالك عند خالتك ولا جداك ولا عمك ولا شي حاجه، وسمعتي انهم تيخرجوا وجيتي ديريك تما باش تخرج، فهذا اخي انت راك باغي الضرر لهذا الوطن ديالنا. طبيعه الحال السلطه هنا في المغرب ولا السلطه في اسبانيا خرجت دوك الناس اللي كانوا في بعض المراكز، اللي كانوا في بعض المراكز كانوا محظيين امام انظار ديالهم، كانوا امام انظار السلطه الاسبانيه. بطبيعه الحال الاطقم الطبيه ديالهم كانوا تيراقبوا، تيوزنوا الحراره، تيشوفوا ان ما في حتى شي حاجه. فلا يمكن اخواني اخواتي انك تجي من واحد الدار مشي بلاصه وتدخل في ديك الحافله وتطلع، فانت اكيد تريد يعني الخراب لهاد البلاد، خاصه الناس اللي كتفكر بواحد الشكل اللي هو اناني، اللي كتدافع، اللي كتدير الزحام
باش تخرج زعما، ما عرفناش علاش، ما عرفناش السبب. الحمد لله السلطات المغربية يعني أقفلت الحدود، يعني في واحد الظرف اللي هو وجيز بطبيعة الحال، وهذا يأتي في إطار حماية هاد البلد إن شاء الله، حتى يشوفوا شي حل اللي غادي يخرجوا هاد الناس بواحد الطريقة اللي هي منظمة. أكيد خويا محمد، ما بغيناش شي واحد اللي غادي يخرج وغادي يجيب الفيروس وغادي يمشي للدار ديالو ونصدقو من اللور، نصدقو عاوتاني رجعنا حتى للوراء عاوتاني من الاول من نقطة الصفر. الحمد لله في مدينة النضر انتم راكم عارفين بأنه بقاو 4 الأشخاص اللي مصابين بكورونا، 2 من الدرويش و4 من مدينة النضر، بلا ما نحسبوا الحالة اللي سلبية اللي راهي تما، ما عرفناش علاش راهي تما في الحجر الصحي، بالرغم أن التحاليل خرجوا أنه 2 تحاليل خرجوا سلبية سلبية، لكن ما بغيناش أخوتي نرجعوا لنقطة الصفر، ما بغيناش أخوتي نرجعوا لنقطة الصفر ونبداو من الأول عاوتاني في الناظور أنه كاين حالات إلى غير ذلك، ونصدقوا غادي لواحد الاتجاه اللي هو خطير. إذا الحمد لله يعني تم توقيف هذه العملية نتاع يعني إدخال هذه المغاربة اللي كاينين في ميليليا، بدات العملية بشكل عادي، كنا غادي نقولوا ما غاديش نسجلوا شي حالة نتاع فيروس كورونا، لكن للأسف هذا السيد فين كان؟ السلطات يعني في ميليليا تنفي أنه كان في دوك المراكز اللي جابوهم، ما كانش معاهم، كان تيقولوا كان عند شي لافامي، لكن الله أعلم. الأهم في الأمر أنه الحمد لله السلطة والمسؤولين في مدينة الناظور طبيعة الحال ديال الدولة المغربية يعني وقفوا هذه العملية حتى إشعار آخر إن شاء الله. شكرا أختي ياسمين. كذلك أختي كاين مجموعة من الأسئلة اللي كتجيني من إسبانيا ومن بلجيك ولا شي حاجة حول هذا الموضوع ديال الرحلات. حاليا كما قلت لكم فقط اللي يمكن لكم ديروه هو أن يمكن لكم أنكم تسجلوا، يمكن لكم تسجلوا في القنصليات والسفارات ديالكم، والناس اللي مسؤولين عليكم بطبيعة الحال تعيطوا وتسولوا. والإخوان كذلك اللي تعيطوا لنا من سبتة، حاليا الكل متوقف، حاليا كل شيء راه متوقف حاليا. كنا سمعنا بأنه الناس سبتة إن شاء الله في القريب العاجل غادي يتم إن شاء الله إدخال ديالهم، لكن حاليا بعدما توقفت هذه القضية ديال مليليا، ما كنظنش أنه غادي يدخلوا هاد الناس هادو اللي كاينين المغاربة اللي كاينين في سبتة، ما كنظنش غيدخلوا، لأنه حاليا كاين مشكل إخوتي. يعني فاش كتدخل ناس مغاربة كتدخلهم لتراب المملكة المغربية على أساس أنه ما فيهم حتى شي حاجة، من بعد كتكتشف أنه راك كتدخل الفيروس، كتدخل يعني واحد الأشخاص اللي ما عرفناش فين كانوا، واش بصح كانوا في هاد المراكز هادو ولا ما كانوش في هاد المراكز. إلا كانوا في هاد المراكز الحمد لله غيدخلوا 100%. الناس اللي كانوا في المراكز، اللي كانوا في المسجد، واللي كانوا في واحد البلاصة نتاع تورو والعديد من الأمور، الحمد لله يعني هاد الناس مرحب بهم في الوطن ديالهم 100%، يعني راهم دايرين التيست، دايرين كل شيء. أما إلا كنتي فقط يعني كتنعس غير برا، ولا كتنعس شي بلاصة، ولا كتنعس ما يعني ما محميش ولا شي حاجة، فأكيد أنه غادي تشكل خطر على الوطن. وما عرفناش هذا الشخص هذا اللي من مدينة توريرت اللي دخل مع هاد المغاربة بطبيعة الحال، ما عرفناش فين كان، واش كان مع هاد الناس هادو في ذوك المراكز ولا لا. على العموم حنا ما تهمنا أنه الحمد لله يتشافى ويرجع للصحة ديالو، ويرجع للصحة ديالو، ونتمنى كذلك هاد المغاربة اللي غادي يجيو يعني يتأكدوا من الصحة ديالهم،
ويديروا التيست بطبيعة الحال، راه كاينين في المراكز تما كاين اللي تيدير لهم التيست الى غير ذلك، عادي يخرجوا لبلادهم. الا كنت خويا ما متاكدش ولا كتحس براسك مريض ولا فيك بعض الاعراض ولا شي حاجه، فانصحك بالاحسن انك تبقى حتى ان شاء الله تفتح الحدود، ونتمنى هذاك الشيء يكون في القريب العاجل باذن الله. متفق معاك اخويا محمد، متفق معاك. هذوك المغاربه بطبيعه الحال يدخلوا علاش ما يدخلوش، كل شيء احنا بغينا يدخلوا احنا. انا شفت شي فيديوهات ربما انت ما شفتيهمش السي محمد، ديال بعض النساء اللي مساكن حاليا مكرفسين تما وبالابناء ديالهم الى غير ذلك. لكن اش غادي نقول لك، الطريقه باش خرجوا مول البارح واحد الطريقه اللي يعني كارثه، وربما الا دخلتي القناه تشوف تي في وشفتي الفيديو غادي تصدم، غادي تصدم، غادي تصدم اخويا محمد. واحد الطريقه اللي خرجوا بها طريقه غير حضاريه، طريقه يعني في اقل البلاد، في اقل البلاد يعني في دول الجنوب الصحراء ما غاديش تلقى ديك الطريقه اللي تديروا. واحد الطريقه ديال التدافع، واحد الطريقه شي هز الساك، شي هز وساده، شي هز كدا، شي هز يعني كارثه. كاين اللي داير الكمامه، كاين اللي ما دارش، يعني ما فهمناش، ما فهمناش علاش زعما يعني تلك الطريقة يعني اللي خرجوا بها المغاربة، والله العظيم إلى علامة استفهام. وحتى الإخوان الإسبانيين اللي كاينين تما والمسؤولين ديال إسبانيا يعني بقوا يعني بقوا مصدومين من تلك الطريقة. ما عرفناش واش طريقة معتمة يعني بالعاني داروها باش أنه تسد هاد الحدود عاوتاني، ولا ما باغينش الخير للوطن ديالهم، ولا شي وحدين تما اللي باغين انه يديروا شي فتنه تما باش المغاربه يبقاو عالقين تما. ما عرفناش شنو كاين بالضبط، لكن كنتمنى انه لا تحلت الحدود هاد 3 ايام ولا هاد 4 ايام. ربما اليوم الحد ما كانتش شي عمليه، غدا ولا مور غدا ربما تكون شي عمليه. نتمنى انه المغاربه اللي راهم حاصلين في مليليا يعني ما يحاولوش انهم يدافعوا، ما يحاولوش انهم يعني يمشيوا في ذاك الاتجاه اللي شفنا. ونتمنى ما نشوفوش فيديوهات بحال اللي شفنا في امور البارح، لانه صعيب 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 تخرج المغاربه اللي كاينين في مليليا بتلك الطريقه، لان طريقه صعيبه الاخوان. وربما بالكلام ديالي ما غاديش تشوفوا شنو كان بغي نوصل لكم، لكن الا شفتوا الفيديوهات راه غادي تحكموا وغادي يكون عندكم واحد نظرة أخرى. ويا اختي إيمان أعطيني السؤال ديالك، غادي نقرا شوية ديال التعاليق الإخوان. السلام عليكم، واش كاين شي أخبار على الناس المقيمين بالسعودية؟ خويا يوسف حاليا ما كاين حتى شي حاجة، حاليا ما كاين حتى شي حاجة رسمية، لا من مجموعة من الإخوان اللي عيطونا من قطر، عيطونا من السعودية، ونفس الجواب. فاطين حمامة، وقتاش يحلوا الحدود؟ اختي حاليا الحدود لن تفتح، الحدود مليليا وسبتة لن تفتح حتى تعلن عنها وزارة الداخلية والحكومة المغربية. ما حد كاين الفيروس اختي، ما غادي تحل حتى شي حاجة حاليا، باش ما نكذبوش على راسنا ونقولوا ان الحدود غادي تحل السيمانة الجاية ولا شي حاجة. انا كنقول لكم انه بمجرد ما يسالي الفيروس من مدينة الناظور ومن مليليا ونشوفوا الحالات ما كاينينش، ودوز واحد المدة والحالات ما كاينينش، تما نقدروا نهضروا على هذا الموضوع. هذا اختي فاتين. محمد المكناسي، نيشان انا تخلعت من دوك الفيديو حقيقة اخويا محمد. الفيديوهات اللي شفتو انا كنت يعني من بين المواطنين يعني المغاربة اللي من الناظور التي طالبوا بإدخال ديال الإخوان ديالنا اللي كاينين في مليليا، يدخلوا لبلادهم ويدخلوا يعني الوطن ديالهم، ويدخلوا اللي يشوفوا احبابهم، واخا يدوزوا ديك ال 14 يوم ديال الحجر الصحي، لكن هذا يعني لا يهم. الاهم هو انهم من بعد يعني غيسلموا على العائلات ديالهم وغادي يرجعوا للحياه الطبيعيه في الوطن ديالهم. لكن من شفت ديك الفيديوهات ومن شفت داك التزاحم ومن شفت داك الشيء، يعني ما بغيناش المجهودات ديال الدولة. انتم راكم عارفين يعني من اعلى سلطة، من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يعني منذ يعني البداية انتهى الجائحة، وكاين مجهودات كبيرة كدار على من طرف الملك محمد السادس،
كذلك مجهودات يعني كدار من طرف وزارة الداخلية، الأمن الوطني، القوات المساعدة، الوقاية المدنية، الأطقم التمريضية والطبية إلى غير ذلك، والمواطنين، فعاليات المجتمع المدني. وبالتالي غادي نشوفوا فيديوهات اللي غادي يعني يقلبونا الراس. كما أنا الصراحة اتصدمت وما كان بغيش نهضر على ديك الفيديوهات لأنه كارثة. إلا جينا نشرنا ديك الفيديوهات وشفتوا ديك الفيديوهات راه غادي تشوفوا واحد الكارثة اللي هي كبيرة بطبيعة الحال. الفيديوهات ربما راكم الفيديوهات اللي راكم الفيديوهات اللي ربما شفتوهم وكانوا يعني صادمين، والله لا كانوا صادمين. ما كنتش باغي نشوف دوك الفيديوهات، لكن للأسف للأسف الشديد صعيب تخرج المغاربة اللي كاينين في منيليا بديك الطريقة. كما لقاو هذا السيد فيه الفيروس راه في السعيدية حاليا في المستشفى تاع السعيدية تتعالج، كان من بين داك 150 اللي خرجوا ولا 130، راه تقدر تلقى ناس مصابين من دوك الناس اللي غادي يخرجوا حاليا. إذا إخواني أرجوكم أرجوكم نتمنى أنه الرسالة توصل للمسؤولين. إحنا بغينا الوطن ديالنا، نمشيو في واحد الطريق اللي بديناها في الأول واللي بداها جلالة الملك محمد السادس نصره الله. ما بغيناش الكارثة توقع في آخر يعني الدقائق، ما بغيناش الكارثة توقع في الدقيقة 90، ما بغيناش نزيدو نلعبو أشواط إضافية ونزيدو نلعبو بينالتيات ولا شي حاجة. بغينا نساليو الماتش في الدقيقة 90، نساليو يصفر الأرابيط، نساليو ونخرجو من هذا الفيروس هذا، ما نبقاش نهضرو عليه. إلا جينا بدينا كان يعني بدينا كان نكبوا الماء في الرملة، كونوا على يقين إخواني راه ما غاديش نخرجوا من هذا الحجر الصحي احتسال لهذا العام هذا. ونتمنى من الإخوان في السلطة يعني الإسبانية اللي كاينين في مليليا أنهم هاد الناس اللي غادي يخرجوهم بنظام وانتظام، يخرجوهم بنظام وانتظام كما الجانب المغربي هنايا اللي بطبيعة الحال اللي وفر لهم الحافلات ووفر لهم يعني واحد النظافة ووفر لهم واحد التعقيم ووفر لهم واحد. ربما راكم شفتوا الروبورتاج اللي كنت درت تما في لا فرونتيير، كنت درت واحد الروبورتاج اللي هو روبورتاج جميل. كيما دخل الدارك الملكي في المقدمة تبعوهم الإخوان الأمن الوطني، القوات المساعدة، القوياد، البشوات، تبعوهم الأعوان السلطة، الإخوان ديال النظافة، ديال التعقيم، الشوافرية إلى غير ذلك. دخلوا بواحد الطريقة اللي جميلة ورائعة، دخلوا بواحد الطريقة اللي متناسقة يعني بواحد حتى الإعلام حتى الصحافة ما خلوناش ندخلوا، وقفنا في الباب، وقفنا في ذاك الباب خوفا على السلامة ديالنا أولا، كذلك خوفا أننا يعني نجيبوا شي فيروس من تما ولا شي حاجه. المهم الحديد من الامور، خدينا راحتنا في التصوير، صورنا على برا داك الشيء والعمليه الى غير ذلك، صورنا الناس اللي كتعقم تما. الحدود كانت نقيه، كانت لا فرونتير يعني نقيه، واحد النقاوه انا عمرو ما شفتها بطبيعه الحال. يعني فرحانين، الدوله فرحانه انها غادي تجيب دوك المغاربه اللي كاينين تما في مليليا سالبه. لكن كنتفاجئوا فاش يعني تما وصلوني فيديوهات عبر اصدقاء تما من سواء اسبانيين او مغاربه ساكنين في مليليا. وصلوني شي فيديوهات، صدمت انا قلت واش هادو فيديوهات جداد ولا فيديوهات قدام ولا فيديوهات مفبركه ولا شي حاجه. لكن كنت فاجئ بلي لايف، وكنت فاجئ يعني بفيديوهات اللي لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. اذا الاخوان، مجهودات الدولة المغربية يجب أن تستمر، ويجب أن نستمر هنا في مدينة الناظور كإعلاميين، كجمعويين، ك يعني الإخوان في السلطة، الأمن الوطني، الدرك الملكي، القوات المساعدة، الوقاية المدنية، نستمر على هذه الخطة اللي بناتها المملكة المغربية وعلى رأسهم جلالة الملك محمد السادس نصره الله. ما بغيناش نولي النقطة الصفر. أرى الدولة المغربية سهل عليها تصيفط 10 طيارات ولا تصيفط 20 طيارة لهاد الدول كاملين، وتجمع المغاربة وتجيبهم إلى غير ذلك. لكن إخواني أخواتي، واش عرفتوا يعني في الأول علاش تسدت الحدود بواحد الطريقة اللي هي سريعة جدا؟ راه حبسنا الفيروس. وتخيلوا لكم خلينا لا فرونتيير ديال مليليا محلولة وديال سبتة محلولة، شنو كان غادي يوقع للمملكة المغربية؟ كنا غادي نمشيو الإخوان للمئات والآلاف ديال الوفيات،
دونك راه كل واحد فينا فقد الاهل ديالو وفقد شخص من الاسره ديالو ولا من الاحباب ديالو. الكره ما كنخرجوش من الديور، الكره عندنا واحد الخوف واحد الهلع، الكره مرضنا نفسانيا في الدار. الحمد لله انتم دابا كتشوفوا المغاربه تيخرجوا يتقضاو وترجعوا للديور ديالهم، الكمامات يعني ما كاينش داك الضغط النفسي، ما كاينش داك الخوف وداك الهلع، ما كاينش يعني الامراض، ما كاين بزاف د الحوايج. وتخيلوا كون كانوا يعني العدد الوفيات اكثر من هذا العدد، احنا 190 حاله وفاه ورحنا خايفين ورحنا دايرين، فما بالك لو كان كاين 1000 ولا 2000 ولا 3000 بحال الدول الجاره ديالنا. راه اسبانيا راه بيناتنا غير بحر، بيناتنا تقريبا واحد 160 كيلومتر ولا 150 كيلومتر مننا. من هذه النقطه اللي كندير فيها اللايف، من هذه النقطه اللي كندير فيها اللايف ديال مدينه الناظور، هنا في مدينه الناظور حتى الاسبانيا تقريبا واحد 160 كيلومتر، واحد 4 السوايع الاخوان، واحد 4 السوايع، 4 السوايع من هذه النقطه اللي كنهضر معكم فيها حتى اليابسه نتاع اسبانيا، حتى الملاقا ولا الخوزيره، حتى الملاقا عفوا، حتى الملاقا 4 ديال السوايع. وشوفوا هما مش حد الناس اللي توفوا عندهم، وشوفوا مش حد الناس المصابين الى غير ذلك، وشوفوا في المغرب مقارنه مع اسبانيا. اذا اخواني اخواتي باش نكونوا صريحين، نتمنى انه السلطه في مدينه الناظور تعيد النظر في هذه العمليه. وطبعا الحال مشكورين للسيد عامل صاحب الجلاله هنايا في مدينه الناظور، للباشا ديال الناظور، للباشا دي بن نصار، للاخوان ديال الامن الوطني. حنا ماشي كنشكروهم مجامله ولا كنافقوا بعضياتنا ولا شي حاجه، حنا كنشكروا الناس اللي راهي تخدم، الناس اللي راهي تخدم بطبيعه الحال. كنوجه لهم رساله من هنايا الشكر. انا ذكرت عامل الاقليم، ذكرت الباشا بن نصار، ذكرت الاخوان ديال السيد ديفيزيونير الياسي مكان الى غير ذلك، الاخوان كذلك ديال الامن الوطني بجميع الاقسام ديالهم بجميع الفروع ديال الامن الوطني في الناظور، بلا ما نذكروا السميات وبلا ما نذكروا الاشخاص وبلا ما نذكروا الجهات. لكن شفنا انهم خدموا وخرجوا هذه المغاربه بواحد الطريقه اللي هي جميله ورائعه، بواحد التنسيق، بواحد الاستنفار الامني، بواحد الحراسه مشدده، بواحد يعني كل شيء كان على ما يرام. لكن في الجانب الاخر شفنا العديد من التجاوزات، وحنا كاعلاميين اللي سكتنا على هذا الشيء راه ما نقدروش نسكتوا على هذا الشيء بطبيعه الحال، وهضرنا ووصلنا لكم وحنا كنوصلوا لكم علاش توقفوا هاد الرحلات، علاش توقفوا، وما كناش بغيناهم يتوقفوا، كنا بغيناهم يستمروا. لكن للاسف انتم شفتوا فيديوهات وفيديوهات اللي هي كارثيه، ما بغيناهاش انها تكون في، ما بغيناش نخرجوا دوك المغاربه اللي ما عارفينش فين كانوا. وتخيلوا غدا ليه فاش خرجوا دوك 130 كانوا بقاو لهم شي 75 واحد، غدا ليه باش يجيو مع الصباح يمشيو حتى واحد ما جا، جاو شي ناس اللي ما مسجلينش في لا ليست، جاو شي وحدين اخرين، جاو شي وحدين اخرين، والناس اللي كانوا في لا ليست دوك ال 75 تيقلبوا عليهم السلطة، يعني البوليس يقلب عليهم شي راه لهي شي راه مودر شي. إذا باش تعرف كاين واحد ما عرفناش، الناس اللي باغيين يخرجوا عندهم غرض يخرجوا جايين، ولكن ما عرفناهمش فين كانوا، واش كانوا عند العائلات ديالهم، واش كانوا في شي بلاصة، واش كانوا يعني في، ما عرفناش فين كانوا. إذا الإخوان نجاوبوا هذه المكالمة، ربما أول مكالمة وآخر مكالمة، لأن اليوم هدرت شوية على هذا الموضوع ديال الناس المليلية وعلاش ما خرجوهمش الى غير ذلك، وكنظن انني وصلت الرساله لمجموعه من الاخوان اللي تيسولونا علاش ما يخرجوناش، علاش كذا، ها علاش اخويا ما يخرجكمش، لانه ربما انت ولا انت اللي كتقولي علاش ما يخرجوناش. راكم شفتوا شنو كان وقع، شفتوا الفيديوهات وشفتوا التزاحم وشفتوا يعني الكارثه اللي كانت. شفتوا الكارثة اللي كانت مر البارح في تلك المنطقة الحدودية. بطبيعة الحال نشوفوا هذه المكالمة. ألو، السلام عليكم. حاصل بلوكي في إفريقيا. بغيت نشارك في اللايف. مرحبا أستاذ، مرحبا. الله يبارك فيك أسيدي، الله يبارك فيك. أنا من واحد العالقين في إفريقيا من شهر 3. في أي دولة بالضبط؟ في السنغال.
في السنغال. مشيتي سياحة ولا عمل ولا السنغال دراسة ولا شنو؟ كنت، اسمح لي ما تسمعكش مزيان. قلت لك واش مشيتي سياحة ولا دراسة ولا عمل؟ لا عمل، عمل مشيت واحد ميسيون ديال شهرين لمدة شهرين، وكانت عندي الطيارة في 21 شهر 3، وكانت المهم الدولة كانت سدات الحدود ديالها في 14 في السنغال، وما ما قديتش ناخد الطيارة باش نرجع. دونك استقطت واحد تقريبا شهر، أكثر دابا من شهرين. حنا حاصلين أنا واحد 80 واحد في نفس، المهم في نفس المسألة، نفس القضية. دونك حاليا في إفريقيا القنصلية والسفارة أنا تما المغربية شنو قالوا شنو داروا معكم تما؟ في الأول فاش اتصلت في القنصلية الصراحة تجاوبونا، تجاوبونا باللغة الأحرام. فاش اتصلت بهم في الأول السيد عرفني بأنك جاي عمل وداكشي، وقلت ليه كان خاصني نرجع. قلت ليه ودي شنو تقدروا ديروا معانا؟ قال لي الجواب الأول اللي جاوبني، وأنه قال لي بأنك جيتي أنت خدام، دونك عندك الفلوس، دونك تقدر تصير على راسك. بينما هو الجواب اللي عطاني في الأول، وما بقيتش عيطت من ديك الساعة. قال لي صيفط لي باغ ميل لي دوني ديالك، الباسبور وداك الشيء، باش إلا كانت شي حاجة نعيطوا عليكم. مشيت أنا تنقلب على الكرا، كان عندي شوية ديال الفلوس وكريت و فوالا. دونك كريت دابا تقريبا، دابا داخل الشهر الثالث ديال الكرا والمصاريف دابا الفلوس اللي خدمتي لي فيها ديال تما، الناس يتسحبوهم الفلوس يتسحبوهم. الفلوس اللي ألو، خدمتي الفلوس اللي خدمتي فيها، يعني هذيك اللي كتاكل منها هي اللي كتكري منها. هي اللي تنكري منها. وعندي انا عندي ثلاثة الوليدات في المغرب، وتنصرف عليهم تاهم. يعني خصك تصيفط الوليدات وخصك تاكل خصك تكري خصك دير كل خصني شيء اقول يعني. خصني ندير. عيطت لهم مؤخرا السفارة، قلت لهم، قلت لهم ما بقى عندي حتى شي حاجة دابا تقريبا 3 شهور، وانا ما خدامش. جيت انا ميسيون يتخدم في فريلانس، دونك ميزة تكون عندي شي خدمة شي بلاصة تمشي ليها، مي ما تكونش انجلس. قلت لهم هاد الساعة ما كاين، وصلت النيفو اللي ما بقى عندي ما نصير لا في المغرب لا هنا. قلت لهم، انا في الاخر باغ اكزومبل في الاخر الشهر الا ما كانت شي حاجة غنخرج للشارع. حدو قالوا لي اتصل بينا الا كانت شي حاجة غنتكلفوا. دابا حنا دابا حاصلين بزاف بكم اخويا، بزاف بكم انا دابا حاليا. شحال واحد في السنغال؟ اها كاين بعد، حنا عندي بعد ديجا اللي عارف انا داير واحد الجروب واتساب، كاين شي 80 واحد تقريبا، 80 واحد اللي جاي السياحة، اللي اغلبيتهم جايين عمل ولا فورماسيون. السفير تما ما عيط لكم ما تلقى بكم ما اسمح لي في السفارة تما السفير يعني داخل دابا انتم عيطوا للسفير مباشرة. عيطنا للقنصل، الناس اللي تيتكلفوا تما، السفير ما دوا معانا ما حتى شي حاجه. او هو فاش تمشي السفاره مسدوده، ما كاين فيها حتى واحد. كاين واحد النوامر تما تعيط لهم، وحدك فاش تعيط الناس تيجاوبوا الصراحه، تيجاوبوا كل شيء. ولكن تنقول ولكن حتى هما تيقول لك ما عندناش الحل، ما عندنا حتى هما الضغط. كاين شي وحدين اللي جايين معاهم العائله ديالهم، وتيقولوها، تيقول لك حنا ما بغينا نصيفطوا العائلة ديالنا وبغينا نديروا ساعة، كلشي مبلوكي. ملي واحد خدام في القنصلية تيقول لك بحال هكا، راك تبقى تشوف تتعيا وتتجلس تشوف. لا ولكن هذوك، ولكن خدام في القنصلية، ولكن هو خدام في القنصلية يتحمل المسؤولية ديال راسو. يعني دابا انتم كمواطنين مغاربة انتم راكم جيتوا على الخدمة وتوليو بحالكم، يعني نورمالمون ديك الفلوس راه العرق ديال الجبين ديالكم، راه ماشي تخسروها كاملة تما. ودابا انت قلتي لي دابا انه الكراء ما كاينش، على الاقل يوفروا لكم فندق ولا شي حاجة بالاكل، نقصوا عليكم بعدا غير الاكل بعدا، ويوفروا لكم واحد الفندق بين ما تبان شي حاجة. هذا موضوع واحد اخر. دابا الناس عاوتاني اللي على برا تيتسحبهم، مثلا السنغال الدوله اللي هي فهمتيني على قد الحال، اللي اي حاجه تقدر تشريها رخيصه، كل شيء غالي هنا. انا الكرا انا تنقول لك راه كاين ياك على قلتي بيت فيه فهمتيني، فواحد من بارتي هذا باش كاين خصك تخلص، تيقول لك خصك تخلص لينا شهرين تصبيح، ما كاينش هذيك اللعيبه ديال زعما تدخل تكري ديريكت، ما عندهمش هذا. انا مثلا تنقول لك بيت فواحد بيت فيه حشاك طواليت وداكشي، تقريبا مقيم عليك شي 4000 درهم، هي غاليه. انا
بغيتي تشري مثلا مع رمضان مع السد والحدود تا هما كلشي غلا، لي برودوي لي كلشي كلشي غلا، مطيشه وصلت 60 درهم الكيلو مثلا، لا بغيتي تقدر تاخد شي حاجه راه مشكل، كتزيد عندك مشكل ديال بانك تخلي وليداتك على في المغرب ما تشوفهم، مش عندك مرتك حتى هي، وانت وانا دابا تقريبا اكثر من 60 يوم وانا واحد هنايا، ما عندك حتى شي ضغط، فوقاش يقول لك تقدر ترجع على شي حاجه، زعما واحد تقول بحال دابا من في الاخر الشهر لما ما داروا معايا انا والو نخرج الزنقه، حيت ما بقى عندي حتى شي حاجه، داكشي اللي كاع اللي كان عندي انا قلت مازال انا عندي شويه ديال الفلوس انا خدمت عليهم وانا ماشي مشكل نخسرهم، كانت القنصليه عندها الفلوس تخسرهم على شي واحد اللي ما عنده والو، كاين الناس يتعاونوا، كاين الناس بحال هكا قال انا عندي شي حاجه القنصليه عنده واحد البيت تعطي اللي ما عندوش. وحنا اون طونك ماروكان في السنغال نحاولوا نتعاونوا بعضياتنا، تبين شي واحد ما فهمتيني ما مقطع به الحبل كوموندي تتعاونوا حتى هو، وتنحاولوا نضامنوا بما حيد علينا الله هذا الوباء. كتعانوا تما ياك، معاناة معاناة ياك، ها قلت لك معاناة يومية تما. يومية؟ لا يومية 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 يومية. هنا عندهم شنو نقول لك، المنظومات الصحية ديالهم ضعيفة جدا بزاف، أنا ما تقدرش تتصور، السبيطارات والكلينيكات و بيسدوا على الحجر الصحي، وما ما عندهمش، واخا تيقول لك كونفينمنت وكحنا في كونفينمون ما عندهمش الحجر الصحي، هنا باقي القهوة محلولين، كلشي محلول فهمتيني، الناس ما جايبينش خبار فهمتيني، تيقول لك حنا عشنا الوقيته ديال الايبولا، عشنا ديك الوقيته ديال الكوارث هذه ماشي مشكل، فهمتيني عندهم هذه العقليه هذه هنا. باش كتطلبوا انتم حاليا كمغاربه اللي راكم تما حاليا، باش كتطلبوا دابا انتم لما كتوجهوا الرساله ديالكم دابا انتم؟ وتم بعد تنوجهوا الرساله الاولى لرئيس الحكومه، رئيس الحكومه اللي عطينا اوموان واحد البلانينغ، يقول عطينا واحد فهمتيني واحد الرؤيه ديال فوقاش نقدروا حنا نرجعوا، واش كاين ان بلانينغ ولا لا، حيت داكشي اللي طرا في ليليا راه مشكل كبير وتخلعنا حنا كاملين، ماشي الجاليه اللي كاينه في وصلوك الفيديوهات، وصلوك الفيديوهات ديال ليليا؟ حيت ديال ليليا خصك تفهم واحد القضيه، الحكومه ما علناتش بانه هذوك الناس غيخرجوهم، ما علناتش قبل، اللي وقع هو انه حنا عارفين بانه كاين واحد السيده تما توفات الله يرحمها فاطمه، عندها يلا 35 عام وتوفات، ملي توفات الغد ليه داو الغاباتريمون ديال الناس ديال ليليا 200 واحد. هذيك السيده ما كانتش علقه مع هذيك السيده، كان عندها مشكل مع عائله تما، ماشي دار ماشي هي من العالقين في مع الناس المغاربه اللي كان، هي كانت خدامه عند شي عائله ديالهم، هي من الدريوش كانت خدامه، كانت خدامه تما وخرجات من الخدمه، خرجات من الخدمه، جراو عليها، ماشي خرجات، ماشي خرجات، ماشي خرجات من الخدمه، طردوها. وكانت على حسب الناس، حنا داخلين في جروب في فيسبوك ديال الناس ديال ليليا وسبته وكاع الناس العالقين في العالم، كانت خدامه خرجت من الخدمه وهي فهمتيني كانت باغا ترجع، حيت ما بقى ما عندهاش خدمه في ليليا، ما عندها حتى شي حاجه، مها راه كاينه في المغرب. علاش دابا حنا تنتسائلوا علاش تم الغاباتريمون ديال الناس ضغط لي في الصباح الله كنت على الموت ديال السيده قبل بسويع قبل، ربما ما كاينش رد، ما كاينش رد رسمي حاليا ما كاينش رد رسمي انه بسبب ديك السيده راه غدا ليه تم هذا الاجراء هذا، ما كاينش حاليا حتى شي حاجه، يعني ما كاينش شي حاجه اللي شي تصريح الحكومه ولا فهمت. الو 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 تقطعت وي، تفضل كمل. انا قلت لك وي ما كاينش رد رسمي، وكاين حاجه اخرى ما كاينش واحد حتى رسميا، كلشي شاف بانه حلوا الحدود اوميم طون، ما كانتش حاجه رسميه حتى في لو سيت ديال السيت ديال المينيستير دي زافير اترونجير اللي كاين في فيسبوك، اللي كاين المهم اللي على لاباج فيسبوك ولا في السيت ديالهم، ما دايرينش بانه حلوا الحدود. حتى الرحلات اسمح لي، حتى الرحلات اللي كانوا في فرنسا واللي كانوا في المانيا واللي كانوا في بلجيكا هذا الاسبوع هذا ما تعلنوش عليهم، ما تعلنوش عليهم. هنا واحد هنا تلقى تشوف تسعيه تقول شنو هي اش منهجي واش من رؤيه غادي بها. حنا ما تنقولوش دابا تنطيح حنا في جوج ديال المشكل، كاين المشكل ديال الراي العام اللي غادي كندوي عليه الا بغيتي من بعد، وكاين المشكل
اللي هو برانسيبال اللي فاش تكون شي مسؤول تيقول لك عن قريب ولا تتحلوا الحدود ولا تنباع. المهم تيقول لك صبروا، ما كاين حتى شي بلانينغ ولا شي رؤيه بانه حنا اللي 30 الف واحد عالق في العالم يقولوا من هنا شهر 7 ومن هنا شهر 8 ومن هنا شهر 6 يعول او موان بسيشيكمون يقول لا انا غنصبر حتى لواحد الوقيته ونقدر نرجع. هذا عنده علاقة ب هذا عنده علاقة بانخفاض العدد ديال المصابين أستاذ. راه ما يمكنش المملكة المغربية كتسجل الآلاف والمئات والقتلى الموت عفوا إلى غير ذلك، وغادي نديروا رحلات جميع الدول. ربما هذا الشيء غادي يكون مور 20، مور بعد غدا إن شاء الله يكون القرار. ربما غادي يبداو بعض الدول مثلا فرنسا ولا إسبانيا، تكون مثلا كل رحلة في اليوم مثلا ولا جوج رحلات في اليوم. كلام قول كبير هادشي اللي بغينا حنا يكون، حنا بغينا هادشي اللي بغينا يكون. كاع الدول بغينا اتفق معاك. بغينا السنغال مثلا تكون في الاثنين، تكون سنغال، بغينا تكون كذا، بغينا تكون يعني يكون واحد التنويع ديال الدول، ماشي غادي ناخذوا هاد الناس هادو فقط ونبقاو نعتمدوا غير على اوروبا. راه كاين ناس حاصلين في الجزائر، كاين ناس في قطر، كاين ناس في السنغال، كاين ناس في نيجيريا، كاين ناس في مجموعه من الدول. متفق معاك. بغيت نرجع معاك النقطه ديال حنا خصنا نتسناو اوني في واحد المنظومه الصحيه بانه الوباء في بلادنا يكون استقر، وشي تنتمنى فهمتيني يتستقر لا في بلادنا لا في جميع انحاء العالم ان شاء الله. هذاك الشيء اللي كنتمنى الاشكال طبعا الحال الاشكال هي ما تنبغوش حنا اللي عالقين. حنا شنو نشوفوا دابا؟ انتم داك الشيء اللي تشوفوا في الداخل ما تنشوفوش حنا اللي حنا في الخارج، تنشوفوا حوايج اخرين. تنشوفوا بانه كاين خوتنا باغ اكزومبل حنا في السنغال تندوينا على تونس ولا على بلدان اخرين، رجعوا لنا الزياده. تونس مثلا رجعت 20 الف سيتوان تونيزيان، فرنسا اكثر من 180 الف، تركيا 80 الف، فهمتي؟ وداك الشيء بداو بالتدريجي. حنا او موان ما عندناش واحد ان بلانينغ، واحد كما قلت لك. وهادشي كاين الوباء في اي دوله، اي دوله عندها حق في الوباء. تونس دوله صغيره واخا اللهم الحمد لله تما سيطروا على الوباء، السعر عندهم كلشي ستابل. المغرب قدم شحال من حاجه، ما فهمتيني درنا شحال من حاجه اللي شحال من دوله ما دارتهاش، وعندنا الحمد لله حنا فهمتيني ما تنقولوش حنا مسيطرين، مي الحمد لله غادي في الطريق اللي هو صحيح. هو اللي حنا اللي عارقين صراحة كل نهار تنقول كل نهار تيدوز، ولو حق الله الله اللي عالم بينا فاش نفكروا لا في وليداتك لا في الحالة النفسية ديالك اللي هي متألمة، لا في فلوسك اللي خسرتي، لا في كل شيء. الفلوس ان شاء الله غادي تعوض، الفلوس غادي تعوض ان شاء الله. الصحة اللي ما كتوليش لبنادم الصحة غادي تعوض، متفق معاك. ما تندويش انا زعما الناحية ديال الفلوس. هو الواحد فاش يحس براسو محبوس في بلاصة مغرب باش يفتح في الدار وفي المغرب، ولا حدا عيلته حدا مو ولا حدا ولادو، راه صعيبة طبيعة الحال. حنا انا رمضان تاهي جات صعيبة. حنا في الاول فاش انا خديت المشعل نتاع هذا البرنامج في رمضان كنديرو ودرنا على الجاليه، فما يعني الدور ديالو فقط راه غير باش نوصلوا الرساله. انت راك عارف هادشي. حنا شنو نقول لك، تنتسناو ان شاء الله، نتسناو ان شاء الله مور غدا، مور بعد غدا استاذ ان شاء الله ان شاء الله. وتنقول لجميع المغاربه هذا واحد الميساج، حيت نشوفهم في لي كومونتير 30 واحد اللي باغيين يدخلوا راه ماشي فيهم ماشي كاملين مرض، حيت مالوغوزمون شنو نقول لك الصوره اللي كاينه بالاخص في فيسبوك لي ريزو سوسيو هي الصوره ديال واحد كان في برا دخل ولي جاب المرض. دونك هذوك 30 واحد اللي دخلوا هما اللي غيمرضوا كل شيء. لا كاين اللي مريض، كاين اللي ماشي مريض، كيما واحد كان في الخارج مشى على خدمه، مشى سياحه ولا مشى عام ومشى بوغ غاد اكس ولا ايكغيك، كيف واحد توا في المغرب توا يقدر يتصاب. احنا خصنا نكونوا متضامنين كاملين مع بعضياتنا، وتنقول لهم عاوتاني يدعوا لينا اب الفرس صافي.
هادشي اللي باغي. شكرا 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 على المكالمة ديالك. طبعا الحال انا عطيتك الوقت تهضر بزاف، يعني ربما شكرا، خليتك لا انك شكرا تهضر. شكرا شكرا بزاف، شكرا ومرحبا شكرا استاذ، بزاف. ونتمنى الله يبارك كذلك فيك، الله للاخوان. يبارك فيك، وعواش مباركة، باش ما تمنيتش بالصحة والعافية. شكرا جزيلا شكرا. نتمنى ان شاء الله شكرا الاسبوع المقبل انك تلاقي لنا وتعيط لنا وتقول لنا انه الامور يعني راهي غادية على ما يرام. بطبيعة الحال الموضوع ديال الاخوان في دول جنوب الصحراء ما كنا هضرنا عليه في الاول شويه، من بعد اول مره كانت تلقاو مكالمه من الاخوان ديال السنغال المغاربه، مجموعه من المغاربه اللي راهم كاينين في كوت ديفوار، في نيجيريا، في السنغال، مجموعه من الدول خدامين تما. بطبيعه الحال الاستاذ هذا كان صوت ديال الجميع. بطبيعه الحال نتمنى ان شاء الله في القريب العاجل الدولة ديالنا الحكومة ديالنا تفكر في هاد الناس ان شاء الله. مر بعد غدا غادي يكون يعني القرار ديال واش يترفع الحجر الصحي، واش غادي نزيدو، واش ما غاديش نزيدو، واش هاد الاخوان اللي كاينين في على برا واش غادي نخليو هكذا الامور 6 شهور 5 شهور وهاد الناس يبقاو برا عاد. وكاين يعني صعيبة اخوتي صعيب. قال لك نتمنى من المغاربة انهم يحسوا بنا. بطبيعة الحال احنا رحنا همنا واحد، راه المخير فيه عنده عائلة ديالو، عنده خوه، عنده اخته، عنده ولد عمو، عنده جارو، عنده عالق في اوروبا ولا شي حاجة. لكن كاين ناس اللي عالقين هنايا في اسبانيا، راهم هنا في المغرب مكرفسين مساكين، تا هما تقادرهم الفلوس، تا هما بغاو يدوزو، تا هما ما كاين اللي بزاف ما شافوا ولادو. نتمنى ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله مور 20 يكونوا رحلات. حنا كنطالبوا انهم يكونوا رحلات مور 20 ان شاء الله. هاد المغاربه اللي كاينين حاليا اللي كاينين في المغرب بغينا الحكومه تبدا بهم من الاولى، لانهم هادو راه غادي يمشيو، راه ماشي غادي يجيو يدخلونا المرض ولا شي حاجه. هاد الناس غادي يمشيو لدوك الدول، بطبيعه الحال دوك الدول هي اللي غتستقبلهم، هي اللي غادي توفر لهم الاماكن اللي غادي يجلسوا فيهم، هي المجموعه من الامور. اذا نتمنى الرسالة توصل للإخوان المسؤولين في وزارة الخارجية، لا في الداخلية، لا في المسؤول على مستوى الحكومة، أنه هاد الناس اللي راهم هنا حاليا عالقين من إسبانيا، من فرنسا، من بلجيكا، من ألمانيا إلى غير ذلك، يعني تتوفر لهم رحلات استثنائية في القريب العاجل إن شاء الله، باش يمشيو لهاد الدول ديالهم. هما مستعدين يخلصوا البيي، هما مستعدين يخلصوا البيي ديال الباطو ولا ديال يخلصوا البي ديال الباطو ولا ديال الطياره ولا شي حاجه، يعني مستعدين من هذه اللحظه هذه اللي كنهضر وانا كنتحمل المسؤوليه ديال هذا، لان كنتلقى العديد من المكالمات، العشرات والعشرات ديال المكالمات يقول لك احنا مستعدين نخلصوا، فقط اننا نمشيو. اذا انا عندي واحد الاحساس ان شاء الله انه مباشره بعد يوم 20 غادي يكون هذا القرار نتاع يعني هاد الناس اللي كاينين هنا في المغرب غادي يمشيو ان شاء الله، يمشي وان شاء الله البلدان ديالهم مباشره. بغينا كذلك الاخوان المغاربه كذلك اللي راهم هي كذلك حتى هما يدخلوا لبلادهم في اقرب الاوقات. اخواني اخواتي شكرا لكم على المتابعه، نتمنى ما نكونش طولت عليكم في هذا البث المباشر. بطبيعه الحال كنحاولوا نهضروا في هذا الموضوع باش ما تقولوش راحنا نسيناكم ولا شي حاجه، دائما راكم في البال منذ دخول شهر رمضان وحنا كنهضروا معكم في هذا الموضوع. الجاليه كنحاولوا نتواصلوا كنتواصلوا معكم بشكل يومي. الواتساب ديالنا راه عندكم طبيعه الحال، بغيتوا تهضروا بغيتوا تسولوا اي حاجه فهو مفتوح. شوف تي في كما عودتكم دائما، وهذا ليس بالشيء الغريب عليها انها كتواصل معكم، كتفتح لكم الارقام ديالها بطبيعه الحال دائما باش تتواصلوا معنا. نتمنى من الاخوان المغاربه انهم اللي كاينين هنايا يمشيو للمناطق ديالهم، كذلك الاخوان اللي راهم عالقين هنا في اوروبا يدخلوا لبلادهم باش تعود الحياه لمجاريها ان شاء الله. نتمنى كذلك انه يترفع هذا الوباء في اقرب وقت. دمتم سالمين، شكرا لكم على التتبع. السي احمد محسن الله يشافيك اخويا، انت من قرسيف ولا من تاوريت ما عقلتش كنت عيطت لي شحال هذه. نتمنى اخويا انه ربي يشافيك، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنا هذا البلاء هذا. ما تنساوش انكم تبارطاجيو هذا اللايف باش توصل الرساله. بشحال ما كتبارطاجيو الاخوان، بشحال ما كتبارطاجيو الناس كتوصل، كتبارطاجي حتى كتوصل لذوك الناس اللي بغينا توصل لهم الرساله. شكرا لكم على المتابعه،
وشكرا لكم كذلك على حسن المشاهدة ديال هذا البث المباشر. نتمنى ما يكونش ثقلت عليكم في هذا البث المباشر. غدا نتلاقاو مع 11 ونص ان شاء الله في نفس الموضوع، نهضروا على الاخوان الجالية اللي كاينين في اسبانيا ولا بلجيك ولا في اوروبا بصفة عامة، الاخوان ديال الشرق ديال الخليج، الاخوان ديال الخليج بغيناكم تعيطوا لنا انتوما. كنا تلقينا من قطر مكالمه من قطر الى غير ذلك، بغينا نشوفوا مكالمات من السعوديه، نشوفوا من الاردن، نشوفوا الناس اللي راهم عالقين في مختلف دول العالم. طبعا الحال هذا الشيء باش يوصل خصكم تبارطاجيو باش توصل الرساله. دمتم سالمين وتصبحون على خير، صحه فطوركم او صحه سحوركم عفوا. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء.